معنا الآن من باريس المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. مرحبا دكتور رامي. ماكرون وفور وصوله إلى باريس زار الشانزليزيه وتفقد قوس النصر لمعرفة الأضرار وحجم الأضرار التي لحقت به. ماكرون اليوم ربما يواجه أكبر تحد داخلي له منذ توليه الرئاسة. كيف برأيك يمكن التعامل مع هذا الملف؟ أهلا بك، تحية لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة بعد أن انقشع غبار المعركة التي حدثت يوم أمس في الطريق إلى الاستوديو، مررت بجادة الشانزليزيه وكذا قوس النصر، وهنالك الحقيقة بالفعل آثار للمصادمات الشديدة التي جرت بالأمس. بعد أن انقشع غبار تلك المصادمات، الآن جاءت لحظة الحقيقة بالنسبة للرئيس ماكرون. إلى الآن الرئيس ماكرون والحكومة الفرنسية يفشلان في معالجة الأزمة التي حدثت، لأنهما يريان بأن المشكلة تقع في الضرائب التي فرضت على المحروقات، ولكن المشكلة بالتأكيد أعمق من ذلك بكثير، لأن هنالك نهج اقتصادي اتبعه ماكرون منذ وصوله إلى سدة الحكم يعتمد على النيوليبرالية بشكل أساسي، وبالتالي هنالك ميل إلى أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الدخول العالية على حساب الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة. ربما حان الوقت للرئيس ماكرون ولحكومته أن يغير هذا النهج وأن يدخل على الأقل تعديلات أساسية وجوهرية. إلى الآن الحقيقة ردة فعل الحكومة الفرنسية وردة فعل الرئيس ماكرون لا تبدو تسير في هذا الاتجاه، بل تسير باتجاه مجابهة تلك المطالب الشعبية. صحيح أن المشاركين في الاحتجاجات التي حدثت يوم أمس وخلال الأسابيع الماضية كان عددهم قليلا نسبيا، ولكن أكثر من 70% من الفرنسيين يؤيدون مطالب أصحاب الستر الصفراء، وبالتالي هنالك حالة تململ من السياسة الاقتصادية من ضعف القدرة الشرائية التي بدأ يشعر بها المواطن الفرنسي، وبالتالي أصحاب الدخل المتوسط وأصحاب والذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والفقير لا شك بأنهم يتأثرون جدا بالسياسة الاقتصادية. لذلك إن لم تحدث الحكومة الفرنسية قطيعة مع السياسة الاقتصادية السابقة، باعتقادي أن الاحتجاجات سوف تتصاعد خلال الفترة القادمة. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يقول أن السلطات تدرس كل الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه المظاهرات، ومن بينها إعلان حالة الطوارئ. هل بإمكان ماكرون إعلان حالة الطوارئ من دون موافقة البرلمان؟ من حيث المبدأ الحقيقة لا أعتقد أن هنالك معارضة جوهرية في البرلمان. كما تعلمين فإن حزب الرئيس ماكرون يحتل الأغلبية في مقاعد البرلمان، وبالتالي يمكن أن يحصل على تلك الأغلبية والموافقة على فرض حالة الطوارئ. ولكن الحقيقة هنالك دمج، وباعتقادي أنه دمج مقصود، ما بين الذين يتبنون العنف كأداة ووسيلة لمعارضة الحكومة، وبين أصحاب الستر الصفراء الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة. وبالتالي حالة الدمج هذه ربما تثير مزيدا من وربما الحقيقة تصب الزيت على النار أكثر منها تعالج الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية. إلى الآن الحقيقة الرئيس ماكرون يفكر بالحل الأمني، والحل الأمني لا أعتقد أنه يمكن أن يكون ذو جدوى في ظل حالة عدم الاستجابة لأي من المتطلبات. الحقيقة كلما تحدث الرئيس ماكرون كلما أثار غضب الفرنسيين. الحقيقة ينظر إلى السياسة التي يتبعها ماكرون بأنها سياسة متعجرفة للغاية في التعامل مع الفرنسيين، ولم يعتد الفرنسيين على هذا النمط من التعامل من قبل القيادات العليا. ربما في آخر مرة كان الرئيس شارل ديغول في أحداث العام 1968 عندما نزلت الدبابات إلى السوربون. هل يمكن أن يتكرر المشهد؟ ربما هذا احتمال وارد، ولكن باعتقادي أن ذلك لن ينهي المشكلة، لأن المشكلة تقع في صلب الاستراتيجية الاقتصادية التي يجب عليها. ما هي الصلاحيات في حال فرضت حالة الطوارئ دكتور كما يتوقع الكثيرون؟ ما هي الصلاحيات التي ستمنح للقوات الأمنية؟ الحقيقة كما تعلمين أنه عقب أحداث باريس في نوفمبر 2015 فرضت حالة الطوارئ لفترة معينة وتم تمديد ذلك، وبالتالي هنالك صلاحيات تعطى لأجهزة تطبيق القانون، لعناصر تطبيق القانون من أجل الاعتقال بدون توجيه اتهامات لفترة محدودة على سبيل المثال، من أجل إغلاق بعض الجمعيات، من أجل إغلاق بعض الصفحات، من أجل إجراءات ربما تكون استثنائية يتتمتع بها السلطات الأمنية الفرنسية. وبالتالي يمكن أن يكون ذلك سلاح بيد الرئيس ماكرون لمواجهة الذين يثيرون العنف والذين قاموا بحرق وبأعمال عنف يوم أمس. ولكن هل ذلك يعني حل للأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية التي تمر بها فرنسا؟ لا أعتقد ذلك. من باريس المحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي، شكرا لك.